قامت رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بزيارة إلى محافظة شمال سيناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم تنسيق جهود الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة. في الأثناء يواصل معبر رفح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد تحية نتواجد معكم الآن من أمام معبر رفح البري لمتابعة الزيارة التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر كيت فوربس في أول زيارة لها في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت من مصر. الزيارة بدأت اليوم بداية من مطار العريش، ثم توجهت بعد ذلك إلى تفقد مركز الخدمات اللوجستية التابع لجمعية الهلال الأحمر المصري، واستمعت إلى شرح مفصل حول الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وتخزين المساعدات التي يعني تأتي من جميع المنافذ سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، تمهيدا لدخولها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ثم بعد ذلك توجهت إلى معبر رفح البري لمتابعة عمليات سير دخول الشاحنات من المعبر، ثم بعد ذلك إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى المدنيين في قطاع غزة. نتحدث عن زيارة في غاية الأهمية لأنها تأتي في يعني توقيت هام للغاية، تأتي في حصار دام لأربعة أشهر لفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا نتحدث عن توقيت في غاية الخطورة لأنها تأتي في وقت أيضا يعني تعليق عمل منظمة أونروا في قطاع غزة، هذه المنظمة الإنسانية والإغاثية الكبيرة والتي يتنفس من خلالها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ما بين طبعا توفير ملاجئ وتوفير مخيمات وغيرها من الخدمات الإنسانية والخدمات المعيشية للمدنيين في هذا القطاع. إذن هي زيارة تأتي أيضا في إطار دعم وتنسيق الجهود الإنسانية لمتضرري الحرب في قطاع غزة. هذا فيما يخص الزيارة التي قامت بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. نتحدث أيضا اليوم عن عدد الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح البري، نتحدث عن 83 شاحنة دخلت عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، 63 أو 60 منهم عبر معبر كرم أبو سالم و23 عبر معبر العوجة، 13 منهم خاصة بسيارات الإسعاف وخمس سيارات أخرى أو خمس شاحنات أخرى خاصة بالسولار والبنزين والمواد البترولية وغيرها. إذن اليوم كان هناك يعني زخم يعني كبير فيما يخص المساعدات الإنسانية والزيارة التي قامت بها رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر. هذه الزيارة التي كما ذكرنا هي تأتي في إطار دعم الجهود الإغاثية والمعيشية لمتضرري الحرب في قطاع غزة.